شاهدتم في الحلقة السابقة من مسلسل لعبة الزمن. كان خدامي في واحد الشركة بس ما عرفش كي هوية هاد الشركة، ومخرقت لي مخي وما راني نرقد ليل نهار. شاي اللي بوها مر على عاد قيد الحياة بينات قول لي غير بوها مشكل. فاتح السيارة وهي أمان عندك من يوم راك سألت على الشركة وصلحك بالطعم ومعك مشغول. برك كاين 5000 شركة، في كل شركة 100 عامل يخدم فيها. برك أنا كيش نعرف هاد الشركة اللي يخدم فيها الضاوية ولا واحد هاد الضاوية؟ كل الضاوية طفت عليه ذي انت قادر ولا خف خف الحقوق ما قلنا باش القيمة. هادا وين كانوا خارجين ولاد الضاوية من الشركة تاع السي عبد الناصر، نورمالمون راهم يخدموا عندها فين. والاخوة عارفين غاية الغاية بلي انا ما بياش هي، بيا الشركة. واش يا ولاد الضاوية عرفت عليكم الشركة يا؟ ها خويا ودروك انا خدامي شركة. واه ليام بيناتنا والزمان دوار وخليكم جروم ورسي البرك. كيش ما تقلقش عبا بالله باع مني بعد جيتك. وهذا كعب غزال هنا، هذا كعب غزال، هذا كعب غزال دايا كيل هلان، وهذا كعب غزال هنا، وهذا كعب غزال ايوا، وهذا كعب غزال ودير كي الهلال خلا ضرب هذا سكري كلاس ولا خليني غانم غانم مع غانم ديما زهية اللي زهية مكالا لك انصر سميتها كفر على العزيزة. واش تكوى غانم الله يحفظك تجي دي قهوة مزيرة كما غانم صلح حد يا ركي عن ماشطة معطرة مسجدة راني جاي اي سوني ويقطع طاطا يا قلبي يتقطع هنا لا قهوة مزيرة مزيرة لا بالخنج لاعب بحب الكحلة بنجمة لالكم دابيتيد مغرر ياي سوني ويقطع ياي قلبي يتقطع ايوا هي ليلي هنا هي ليلي هنا مدير الشركة قال لي جيب لي ايوا ينقعد راسي طط ينقعد راسي طيطي هولوري راسي أيام وليالي عايش وحداني وعدي خلاني مغبون مهاني. أيام وليالي عايش وحداني وعدي خلاني مغبون مهاني. يا خويا رواح تشوف هذا الزمان المكشوف، يا خويا رواح تشوف هذا الزمان المكشوف، فيه الذهب المتحوف وفيه موديح الصوف. ثواني تقايق سويع وسنين ضاعوا شبان في غياب الدين. ثواني تقايق سويع وسنين ضاعوا شبان في غياب الدين. دنيا غرارة والزمان صعيب والناس قباحة
والقلوب حديد. دنيا غرارة وزمان صعيب، الناس قبا حتى والقلوب حديد. كاين الزين يا وكاين الشين، الطف يا ربي يا رحمن يا رحيم. ما طوكرك خويا؟ لاباس خويا؟ الحمد لله. ما طوباغي نقول لك واحد الهضره، ملي جيتو لهاد الشركه المدير يحسب الامان، باينه فيكم ولاد فاميليا وفيكم الخير. خويا الحسن حتى انت انسان ما شاء الله، مشتنا منك غير الخير. بارك الله فيك خويا، كاش ما خصك ولاني هنا. انا بغيت نسقسيك على واحد راه محيرني. اني عارف شكون، اني عارف سي جمال. هو بالذات باغي نحكي لك واحد الهضره. عندي 5 سنين خدمة في هاد الشركة، كان ماشي الخبزة راها صعيبة، الخدمة راها قليلة، خدام على دارنا، كراني خرجت بسبابه هذا زمان. أسو بوان هذا جمال ما يسويش؟ ما شت والو. بروبليم كبير، مدير اللي يجي جديد يقرا عليه باش يمشي في الخط تاعها، واللي ما يعجبهش طيران بلاصته. انا تبان لي هاد الانسان راه يخدم وحده، واش راه يدير هكا؟ كاين الناس في داره راه عاصر روحها بيهم. ولعبي بها شريكة وشريكة وقادرة، يلا يا حي يا حي، وسك في بلاصة مني شعشعني، يا نحي عليا وحوتي اللون، يلا. ولعبي بها أبوكا ويضرب الطابلة، يلا يا حي يا حي. عيب عليكم، دخلتكم تخدموا، دات فيكم الثقة، سرقوا لي الملفات. واش الملفات راك تهضر عليهم؟ اسمع، صدق لكم الحال، اللي سرق الملفات غير يرجعهم. مريضنا ما عنده بس. ما رانا فاهمين والو. ديجا واش من ملفات راك تهضر عليهم انت؟ واش ملفات تلعبوا ما تعرفوش؟ واش راكو تشوفوا فيا هكا؟ والله ما نساوها لك الصديق، نخوت موس واحد يذبح لنا تعطيها للزين. ولينا خضرة فوق الطعام، هذه حالة. شي انا خوت الملفات وما عندي تدخل فيهم. هذا الصوالح ماشي بعاد عليك انت، وديرهم. قلت لك ماشي انا خونتهم. ديرهم وصلتنا للذل. عرفت شراك تهضر قسما؟ تبعني. قلت لك ماشي انا خونتهم. على
بالي بلي ماشي انت خاطر تطلع من الدار. البسكوستين دخلته الجياحة. أوك على بالي بلي ماشي انت اللي ساق الملفات. بصراحة عندي شك كبير بواحد الإنسان. هاد الهضرة قاعد عرفتيها البابا قبيل شي حتى وصلت للدباز أنا وخوتي. أنا ما بقاش نهضر وأنا ما عندي حتى دليل، وقلت لك ما كانش غيرك اللي قد يعاوني باش نوصلوا للحقيقة. كيفاش نعاونك؟ وفاش؟ سي جمال، سي جمال عندي فيه شك كبير، هو اللي سرق الملفات من نهار حكم الشركة في بلاصة بابا. بصح كاش من غيرها يقدر يديرها. تبعيني. كوكايين راك من نيتك يتسمى هذا اللي طيب به غانم الكاطو. دخلت هنا الشركة بغيتو تخدمونا معاكم على أساس نتوما تخدمو السكر كلاص والسكر العادي، بصح نتوما تخدمو كوكايين بغيتو تباصونا ودخلونا للحبس. خدمو كوكايين؟ راك عارف روحك شاك تهدر؟ هاد لا كونتيتي ماشي تا واحد يترشى ولا يشم. هاد لا كونتيتي تاع بيع وشرا والمبالاج مازال حامي، سيتادير مازال خارج من الوزين هاد المبالاج. بصح انا ما على باليش بهاد الحكاية، واصلا بابا تاني ما على بالهش بشي اللي صاري في الشركة، وهاد الهضرة راني متأكدة منها 100%. انا نعرف بلي باباك انسان زين وناس ملاح، بصح الا ماشي هو شكون اللي غير يقدر يدير هاد العبسة؟ على هادي قلت لك كاين غير انت اللي تقد تعاوني باش نوصلوا للخيط الكبير. We'll be right back.
لعبة الزمن متضادة معي وانا ماذا صامدة يا ملا حياتي هكذا وانا على همومي صابرة لعبة الزمن.